طيب زي ما احنا متعودين وزي ما حضراتكم عارفين ان احنا دايما بنحب نلقي الضوء على الكتب الاكثر مبيعا او البيست سيلر للاسبوع اللي فات، والحقيقه ان الكتب الفتره اللي فاتت حققت نجاحات كبيره جدا، ومن ضمنها الكتب اللي احنا هنشوفها مع حضراتكم النهارده في التقرير. تعالوا نشوف مع بعض تقرير بيست سيلر ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. يحكى أن يقدم لكم قائمة الكتب الأكثر مبيعاً هذا الأسبوع وفقاً لما نوهت عنه دور النشر عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. كتب هذا الأسبوع تنوعت بين الروايات والمجموعات القصصية والروايات التاريخية. تصدرت القائمة أحدث أعمال الكاتبة الروائية الدكتورة ريم بسيوني بعنوان الحلواني ثلاثية الفاطميين، وهي الثالثة للكاتبة بعد ثلاثية المماليك والقطائع. جاء في المرتبة الثانية رواية الجمعية السرية للمواطنين للكاتب أشرف العشماوي، وهي رواية اجتماعية سياسية. أما المرتبة الثالثة فكانت لكتاب نوني وحكاويها للكاتبة منى الدغيدي، وقدمت فيها 35 قصة عن عصارة خبراتها وتجاربها في الحياة. ومع صدور الطبعة الرابعة لها حصلت رواية حكايات يوسف تادرس للكاتب الكبير عادل عصمت على المركز الرابع مبيعاً في المكتبات. كانت الرواية نالت جائزة نجيب محفوظ الأدبية من قسم النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة فور صدورها. اختتمت القائمة برواية ملحمة الحرافيش للكاتب الكبير نجيب محفوظ لتتصدر المشهد مجدداً ضمن قائمة الكتب والروايات الأعلى مبيعاً في المكتبات.